خلينا نسال حضرتك السؤال ده بشكل مباشر وعلى ذكر يعني حمدي فتحي واكرم توفيق، هما الاثنين الحقيقه في مباراه الذهاب اثبتوا جداره طبعا كبيره جدا، وهما بيلعبوا في مراكز غير مراكزهم المعتاده. أكيد. فهل بالمناسبه يعني هل تعتقد انه هيستمر الوضع اللي هو عليه ولا موسيماني هيرجع بيهم لاماكنهم اللي... انا بعتقد ان هو هيرجع لطريقه النادي الاهلي الاساسيه في وجود قفشه صانع العاب، لان طبعا وجود حمدي فتحي كان على حساب قفشه. يعني شال قفشه عشان راجع من اصابه ولعب حمدي فتحي. اعتقد ان هنا انت بتلعب برضه على ارضك وجمهورك وعايز يبقى في ناحيه هجوميه، لان الطريقه برضه اللي فاتت كانت مايله للتامين شويه الدفاعي ويملى نص الملعب، فكانت مقصره على الناحيه الهجوميه. هنا انت عايز تضغط من البدايه لانك انت احرزت ان شاء الله هدف في البدايه، قتلت المباراه. هيبقى صعب او بتصعب على الترجي ان هو يرجع تاني، لازم من البدايه، لان انت لو ما جبتش جون في البدايه او اثناء الماتش في الشوط الاولاني دي بتزود المعنويات عند الترجي ان هو لغايه اخر لحظه لو جاب هدف صحيح درو وتلعب بقى وقصص وندخل في مواضيع تانيه. فانت لازم تبقى الناحيه الهجوميه عندك قويه، الناحيه الهجوميه بس ده هيبقى من الجانبين بتهيألي يا كابتن طبعا بشيش. الماتش اللي فات كان بيلعب ثلاثه قدام ماسكين التلت الاخير وبيعملوا يعني نواحي دفاعيه، بينزل طاهر لنص الملعب، بينزل الوينج الشمال نص الملعب بيملى طاهر محمد طاهر، والناس بتنزل في نص الملعب بتملى نص الملعب عشان الحته الدفاعيه. هنا اهم حاجه في الناحيه الهجوميه انك تلعبي من الاطراف، يبقى في تنويع من الاطراف ومن العمق. فاعتقد ان مثلا يعني هيبقى حسين الشحات هيبقى له دور كبير قوي في المباراه اللي جايه، لان هو طبعا عنده السرعات وعنده ان هو بيلعب على الخط، لان مش اي واحد برضه يلعب ناحيه الخطوط. انا بتهيالي ان هو هيرجع لطريقه النادي الاهلي الاساسيه 4-2-3-1 بالظبط كده، وهيبتدي يهاجم من البدايه مع التامين. ف يعني ان شاء الله باذن الله يحط برضه هو التشكيل المناسب والطريقه المناسبه اللي هو يقدر يتغلب برضه على الخصم هنا. وبعدين في صعوبه بالنسبه للنادي الاهلي برضه في حاجه، ان خلاص احنا اتفرجنا على اداء عالي قوي في المباراه اللي فاتت هناك، فاحنا منتظرين حد ادنى من الاداء يعني او على الاقل حد ادنى من الاداء هنا على ارضك وفي وسط جمهور النادي الاهلي اللي اعتقد ان شاء الله هيبقى هيسمحوا بجمهور.